شويه داخل ستاسيون ديال ليسانس ياك، لقيت واحد الدري في ستاسيون خدام مع الدراري هنايا. ملي لقيته في ستاسيون هنايا قال لي واحد دير لي 70 درهم، قال لي دير لي 70 درهم، دار لي 90 درهم. جا لي مكلف في ستاسيون خدام تا في ستاسيون، ضرب على الكونطوي ديال ستاسيون لقى فيه 90 درهم، شدوا ويتوفر هو يضربوا. جا عندي مديت لنا 100 درهم، قلت يدير لي 100 درهم ديال ليسانس. كشت ما عندي 100 درهم قام ضربوا صاحبه، قام ضربوا وياه. ملي قلت لي خويا دير لي 100 درهم خمشي بهاتي راه العشيه غنطلع بهاتي. ولي اللي كيخطب شي هضره باش السب والشتم ومعيور وفضفضني. شويه وجه واحد صاحبي شدني نزلني من التحت طيحني على الكتف هذا. في ضربه ضاري ما قادرش نتحرك به كاع انا. سدنا ودنا بهضره، جا واحد مول الموطور ما عاد كيجيب لي عمو اش كيجي ولا ولد اش كيجي. فرقع عليا حاجبي. هذا الشيء اللي وقع اخويا هو هذا. انا تناخذ حقي. تيديروا معايا قاوله. حيت لقيت الاعتداء انا في ستاسيون هنايا. ستاسيون داخل اللي احنا خصو يكون فيها الامان. تكون فيها ستاسيون الامان داخل اللي ما يكونش فيها الظلم. كلشي الناس كيشوفوا كلشي. تدور اخويا سول عباد الله انا وسولهم. سمع باش نقول لك علاش اخويا علاش؟ واش نصايم من رمضان باش تعدلوا بعضياتنا؟ علاش؟ تعدوا. انا ولدي جايين من الولفه، كنا نقضوا واحد الغرض جايين طالعين للهراويين. بغى يدخل وصل ستاسيون قلت له بلا ما تدخل هنا، قال لي لا توقفنا في الطريق. دخل يدير ستاسيون انا القدام تسمعتهم كيعايروا بود الفاعله والتركه هو التعدو. قلت له علاش وليدي؟ ويبرك عليا بالمعيار وضرب الراجل مرات كيضرب فيه وينوط فيه. كيقولوا بلادنا خايبه، بلادنا ما خايباتش، امال اللي خايبين؟ بلادنا زينه الحمد لله، واكلين شاربين خدامين فيها. ما بيننا وبينهم حتى حاجه، احنا ساكنين في راويني هما في المدينه، ما كنعرفوهم. ما بيننا وبينهم الخير والاحسان. عياو واحد بعدا مول الموطور اللي عربوا عياو ويشدوا فيه وهز عصا وكيضرب عياو ويفكوا فيه. مالي المطر ما كنعرفهمش، هما اللي كيعرفوهم. هو هذاك اللي ضرب مع راجلي في الاول هو اللي كيعرفه، هو اللي حرشوا عليه. داتا ليه هو اللي كيعرفه.